عام للأمم المتحدة في زيارة ميدانية لمدينة الموصل للاطلاع على الواقع بالنسبة لحجم الدمار اللي لحق خاصة بالمدينة القديمة بالساحل الأيسر للمدينة. اطلع بنفسه عن كثب على ما لحق بالمدينة القديمة من أضرار كبيرة. الرجل وعد أنه راح يكثف جهوده وجهود الأمم المتحدة من أجل الإسراع في عمليات إعادة البناء. حقيقة اللقاء كان قصير جدا، لم يتسنى لنا شرح كل الأمور عن هذه المدينة وحاجتها. نحن نقول فقط أن هذه المدينة منكوبة، وقلنا له في موضوع الانتخابات لدينا آلاف النازحين لا زالوا خارج المدينة في مخيمات وفي محافظات أخرى. لديه إرادة وقال أن الأمم المتحدة ستكون حاضرة معكم في كل الملفات في المستقبل القريب، وطالبنا بأن يكون هناك تدخل دولي لهذه المدينة المنكوبة من حيث البنى التحتية والوضع العام ووضع المواطنين وموضوع التعويضات، موضوع البنى المهدمة خاصة في المنطقة القديمة في الساحل الأيسر في الساحل الأيمن. هذه الأمور كانت جملة تفاصيل سريعة تباحثنا، ولكن الحدث الأهم هو موضوع الانتخابات. كما تعلمون تم تحديد الموعد من قبل البرلمان العراقي يوم 12 آيار أن يكون هناك حقيقة انتخابات، ونحن من هنا نقول أن هذه المدينة لا يمكن أن نمضي بانتخابات ترضي شعبنا في هذه المحافظة إن لم يكن هناك إنصاف لآلاف النازحين الذين هم في مخيمات خارج الموصل وفي بعض المحافظات الشمالية والجنوبية، مما أدى إلى أن يكون هناك حقيقة نوع من الشك لدى الشارع الموصلي على أن تكون انتخابات نزيهة.